السلام عليكم. اليوم الجزء الثاني من قصة العراق، أتحدث بها عن العهد الملكي والعهد الجمهوري، تأسيس دولة العراق. بالبداية، العهد الملكي اللي بدأ سنة 1921 وراح ينتهي سنة 1958، يعني تقريبا 37 سنة. عرفنا بالحلقة السابقة أنه تحرر العراق من الاحتلال العثماني بفضل دخول القوات الإنجليزية. تأسست الدولة العراقية بموجب مؤتمر القاهرة اللي عقدته المملكة المتحدة في شهر مارس سنة 1921. هذا المؤتمر أقر عدة أمور، من ضمنها إنشاء دولة ملكية في العراق، وأيضا تشكيل مجلس تأسيسي يرأس نقيب الأشراف بغداد اللي هو عبد الرحمن النقيب، اللي راح يكون أول رئيس وزراء بحكومة انتقالية. هذا المجلس التأسيسي كان من مهامه أولا تنصيب ملك على عرش العراق، يعني راح تولد دولة جديدة اسمها العراق، وأيضا عقد لقاءات واتصالات مع زعماء الشخصيات العراقية المعروفة في الولايات الثلاثة العراقية، بغداد والبصرة والموصل، وأيضا يبحث في كيفية تأسيس دوائر، وزارات، مؤسسات الحكومية، وأيضا صياغة دستور للعراق. بجلسة المجلس التأسيسي اللي انعقد يوم 23 آب 1921، تم انتخاب الملك فيصل بن الحسين ملكا على العراق. انتخاب يعني الملك اللي كان أول ملك على العراق هو ملك منتخب، في حين أنه نلاحظ لحد اليوم مثلا بسوريا حافظ الأسد رئيس جمهورية يموت يعطي الخلافة لابنه وكأنه هي ملكية. تم تنظيم استفتاء شعبي سنة 1921 على تنصيب فيصل الأول ملكا على العراق، لا انقلاب ولا أمر واقع، ونال تأييد كبير بهذا الاستفتاء. احنا نعرف كل زين انه الملك فيصل كان ملك على سوريا من سنة 1918 لحد سنة 1920، قبل ان فرنسا تحتل سوريا وبعدين اصبح ملك على العراق. كان هدف سلطة العهد الملكي العراقي الجديدة بناء دولة ووضع دستور جديد، وفعلا تم وضع دستور سنة 1924 او 25 تقريبا، وأيضا إجراء انتخابات برلمانية لأول مرة في تاريخ العراق لمنح الشعب العراقي دور في المشاركة السياسية وبناء الدولة، هاي الدولة الفتية. وبالفعل بدأت حكومة الملك فيصل بتأسيس نواة للجيش العراقي، وأيضا أقامت بنية مؤسسية وطنية للإدارة، للتعليم، للصحة، للزراعة، للقضاء، بكل الأمور. الجيل المؤسس أو اللي نسميهم الآباء المؤسسين للدولة العراقية، لسلطة عهد الملك العراقي، كان عندهم طموحات لخلق مجتمع جديد، خلق دولة حديثة ذات نزوع قومي وطني الليبرالي، هاي الأمور كلها. وأيضا كان هناك سعي لتشكيل لوجود نخبة سياسية اجتماعية بها عرب، بها أكراد من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان، تقود البلاد نحو التوحيد والاستقرار وبناء مؤسسات سياسية ومنظمات اجتماعية وثقافية. تولى الملك فيصل عرش العراق من سنة 1921 إلى يوم وفاته سنة 1933 رحمه الله. هذا العهد كان مرحلة هامة بتأسيس الدولة العراقية، على الرغم من تحديات السلطة البريطانية. احنا نعرف أيضا السلطة البريطانية عندها مصالح بالعراق، هاي أيضا واجهت تحديات للملك فيصل. أيضا عند ضعف الروح الوطنية والسياسية، وجود الحركات الانفصالية بشمال العراق وكذلك بالجنوب، شيوع الروح القبلية والطائفية والمذهبية، سيطرة ملاك الأراضي الكبار من شيوخ العشار، أيضا هاي كلها تحديات ضد الملك فيصل. مع ذلك اعتمدت سلطة العهد الملكي على أشخاص مدنيين، نخبة من العسكريين أيضا من أصحاب الخبرة اللي كانوا يعملون مع الجيش العثماني، ومجموعة من المثقفين أيضا. هؤلاء الآباء المؤسسين
عملوا على ترسيخ الدولة، تطوير مؤسسات مدنية جديدة، تأسيس جيش وطني. وأعظم ما قام به الملك فيصل هو عزل الدين عن الدولة، طبق ورفع شعار الدين لله والوطن للجميع. وبنفس الوقت كان الملك فيصل رحمه الله يقيم علاقات بناء مع جميع الطوائف والمذاهب والقوميات. كان رحمه الله يواصل زياراته الميدانية، خطاباته في كل العراق من أجل أن ينشر الوعي والروح الوطنية عند الناس، حتى يبني دولة مدنية تكون بوتقة تنصهر بها كل المكونات السكانية الإثنية الدينية والقومية والعشائرية والعرقية، كلها يدمجها تحت هوية وطنية عراقية. هاي الهوية الوطنية العراقية تكون جامعة لكل فئات وكل طبقات وشرائح المجتمع العراقي. بعد أن كان العراق عبارة عن قبائل وطوائف وعشائر تحت سلطة الحكم العثماني لخمس قرون، سلطة العهد الملكي كانت تسعى لتنمية يعني آليات الوعي السياسي الاجتماعي، خاصة عند النخبة المثقفة. كانت تشجع هاي النخبة المثقفة على قيام الأحزاب، تأسيس أحزاب، تأسيس جمعيات، مؤسسات مجتمع مدني. كان الهدف من تشجيع هاي النخبة عن طريق عمل هاي المؤسسات التمثيلية هو لتعزيز موقف العراق التفاوضي مع السلطة البريطانية، وأيضا الاستفادة من تجارب التيارات السياسية والثقافية اللي كانت موجودة في أوروبا. وتأسس خلال سلطة العهد الملكي، يعني في عهد الملك فيصل رحمه الله، أحزاب سياسية، منظمات اجتماعية وثقافية، صدرت عشرات الجرائد والمجلات، وبنيت عشرات المدارس والكليات والمتوسطات والجامعات والمرافق الصحية. وبالفعل تحقق الاستقلال للعراق، وكانت أول دولة عربية تدخل عصبة الأمم سنة 1932. تخلص العراق من الانتداب البريطاني، مو الاحتلال، يوم 13/10/1932 انتهى الانتداب وانسحبوا الانجليز. لكن تعالوا خلينا نحسبها بالعراقي مثل ما يقولون، يعني المثل العراقي يقول مرقتنا على زياقنا، اذا اريد نترجمها للعربي الفصحى نقول حساؤنا ينسكب على صدورنا. تعال يعني انت من الطالب بطرد الانجليز او طبعا هو الملك فيصل الاول استجابه للضغوط من قبل غالبيه الشعب العراقي، لكن عندما ينسحبون الانجليز وانت دوله فتيه، دوله بالكاد عندها جيش الى حد ما، يعني صار 10 سنين من التاسيس، كيف ستواجه هذه التحديات؟ يعني العراق الحديث عندما تاسس تركيا وحدها نحتاج ان نقيم مع الانجليز اتفاقية أن يبقون 100 سنة، تركيا وحدها، لأن تركيا تعرفون مصادر المياه كلها موجودة من تركيا، وتعرفون حتى تركيا يعني بالسنين القليلة المرتية كانت مأوى لكل الإرهاب اللي دخل العراق وحطم العراق، والحد اليوم تركيا تأوي الإرهابيين اللي يدمرون بسوريا، والحد اليوم تركيا راح تدمر ليبيا، وعندها طموحات. يعني هذا الكلام سنة 2020، زين أنت سنة 1932 الإنجليز يدعموه قوة عظمى، أنت لماذا؟ هذا الكلام مو الملك فيصل، الملك فيصل المسكين يعني متعرض للضغوط من ذولا اللي يسموهم الوطنيين والقوميين المجانين. تركيا واحدة تحتاج أنه تعقد مع الإنجليز اتفاقية 100 سنة تحميك منهم يا أخي، أنت ليش تفرط بهاي القوة؟ إيران وحدها بلدك الجار تحتاج أن تعقد مع الإنجليز اتفاقية 100 سنة أخرى، يعني تعرف إيران عندها امتداد مذهبي بالعراق عن طريق الشيعة، الشيعة تبعتهم الإيران مع العلم أن إيران ما تحترم أي أحد، وده نشوف حاليا أنت شون يعني تشوف الغالبية العظمى من الشيعة من قادين وللفقيه. السعودية والأردن وسوريا دول خليج وحدها أيضا كفيلة أن نعقد مع الإنجليز 100 سنة منهم، لأن الدول العربية بأكملها تدعم الإرهاب السني، يعني نقولها بصراحة، يعني الإرهاب السني اللي في العراق كان منبعه من الدول العربية، دول الخليج، الأردن، السعودية، مصر والمغرب العربي،
فذولا انت كيف يعني راح تحمي العراق من عندهم؟ الشيعة تابعين الى ايران والسنة تابعين الى الدول العربية. انت ذولا يعني يفيدوك الانجليز في استتباب الامن. ايضا محتاجين 100 سنة اخرى ان نعقد اتفاقية مع الانجليز يبقون بالعراق من اجل سيئات اعمالنا وشرور انفسنا، لانه الشيعة راح يبقون طول عمرهم عايشين بسقيفة بني ساعدة والنواصب، هاي ما تخلص القوانة، وانفسنا راح يبقون يعايرون الصفويين والرافضة، والعرب يحتقرون الاكراد والاكراد يشعرون بتمايز عنصري من العرب، هاي والاقليات باكملها راح تنتهي. اليهود اللي كانوا غالبيه بالعراق، يعني اكثر من المسيحيين كانوا باكملهم تركوا العراق، المسيحيين تركوا العراق، الايزيديين شوفوا صار بهم، الصابئه وغيرهم. فلو كانت هناك اتفاقيه لمده 100 عام تحمينا من تركيا وايران والدول العربيه وتحمينا من انفسنا لما حدث الذي حدث. خايفين يعني عندهم فوبيا من الاحتلال. 500 سنه الاحتلال العثماني ما حد اعترض، لا يعني حزب البعث ما كان محتل العراق، 35 سنه حزب البعث كان محتل العراق وكان يدخل بحروب، يدخل بحرب يطلع من حرب حتى يدخل حرب، معادي العالم باكمله، الكره الارضيه كلها عداها حزب البعث، وعشنا دمار بحزب البعث، دمار دمر دولة بأكملها، كل منجزات الملك فيصل الأول وغازي وفيصل الثاني رحمه الله دمرها حزب البعث والأحزاب الإسلامية. وشوف اليوم حزب البعث ايش يسوي بسوريا، براميل متفجرة يبقي على سوريا. هذا الحزب الإجرامي الدموي، هذا مو احتلال، ما حد يسمي ليه، لماذا مو احتلال؟ لأنه المجرم عربي ومسلم، فمهما يفعل مو احتلال. الانجليز اللي سوى لك دولة بأكملها محتلة، صدام والتكارتة اللي كانوا يعاملون العراقيين بكل احتقار وقتل وإجرام، دفنوا لك ملايين من شباب العراق والأكراد يضربوهم بالأسلحة الكيميائية، هذا مو احتلال. الأحزاب الإسلامية اليوم اللي تسرق كل خيرات العراق هذا مو احتلال، لا اللي بس الانجليز احتلال اللي بنوا لك دولة. الحقيقة أن الفيصل أول رحمه الله حقق إنجازات بالعلاقات السياسية حتى مع دول الجوار، كان دبلوماسي جدا. فحصل على قرار من تركيا بأن الموصل العراقية، وأيضا صدر قرار من عصبة الأمم، وتم عقد اتفاقية مع الجمهورية التركية سنة 1926 بالاعتراف بخط الحدود الفاصل بيناتهم. عالج مشاكل الحدود مع السعودية أيضا، وحصل على اعتراف من إيران بالدولة العراقية. إيران تأخرت بالاعتراف بالدولة العراقية حتى سنة 1929 لأن كان عندها مطامع بشط العرب، يعني شط العرب لا الملك فيصل الأول ولا الملك غازي ولا فيصل الثاني ولا عبد الكريم قاسم ولا عبد السلام ولا عبد الرحمن ولا أحمد حسن البكر الطهمية. صدام حسين الطهمية بلحظة واحدة سنة 1975 أعطى شط العرب لإيران، هذا بطل الأمة العربية، أعطاهم شط العرب. يعني بدل أن يعطي للأكراد، وقتها كانت حرب مع الأكراد بشمال العراق وإيران كانت تدعمهم، بدل أن يعطي للأكراد حكم ذاتي، لا يروح يعطي نص شط العرب لإيران على من أجل لا تدعم الأكراد، ويسموها قيادة حكيمة. للأسف الشديد توفي الملك فيصل الأول سنة 1933 وفاة سريعة مفاجئة، وهي أكبر وأول خسارة للعراق الحديث. يقول أحد المؤرخين أنه تاريخ العراق المعاصر هو تاريخ الملك فيصل، وأهله طالبي العمر لكان العراق يتجنب الكثير من الأحداث السلبية اللي مر بها بالعقدين اللي تلوا وفاته، واللي كان المهيئات الأرضية لانقلاب الضباط الأشرار سنة 1958. جاء من بعد فيصل الأول رحمه الله للعرش ابن الملك غازي سنة 1933، راح يبقى 6 سنوات ويموت بحادث سنة 1939.
39. كان شاب متحمس عنده طموحات يعني قوية، طموحات يغلب عليها الطابع القومي، ما كانت عند الملك غازي الله يرحمه حكمة وخبرة والده. فانتهى به الأمر بحادث السيارة، يقال أنه اغتيال سياسي للأسف الشديد. يعني كان الملك غازي يعني من دفع كان معجب بالعسكرية البروسية وعدة طموحات قومية، كانت الفترة يمكن تستوعب، لكنه يعني ما كان يملك حنكة وسياسة الملك فيصل الأول رحمه الله. أتى من بعد الملك فيصل الثاني اللي بقى تحت وصاية خالة عبد الإله حتى سنة 1953، واللي يعني من بعدها هو أصبح الملك الرسمي للعراق إلى اليوم الأسود 14 تموز 1958. الملك غازي الله يرحمه كان عنده إنجازات كثيرة، من ضمنها البدء بتداول عملة نقدية عراقية بدل من الروبية الهندية اللي صدرت سنة 1932 حتى قبل وفاة الملك فيصل الأول، وأيضا افتتح إذاعة عراقية وافتتح مطار بالبصرة، افتتح سدة الكوت. هناك حادث يؤشر على أول جرس إنذار خطر بتاريخ العراق، هو انقلاب بكر صدقي سنة 1936. هذا أحد قادة الجيش العراقي قام بانقلاب أعتقد على حكومة ياسين الهاشمي، وهو عسكري، وهذا يعني مؤشر خطير أنه يعني أنت عسكري ما علاقتك بالسياسة، إذا توجد هناك أخطاء سياسية توجد أحزاب سياسية يوجد انتخاب، فما هو علاقة العسكري؟ أنت المفروض عسكري تحمي الحدود وعندك معسكرك معسكرات وجنودك وهاي مهمتك، مو مهمتك تتدخل بالحياة السياسية. لكن يقال أنه هذا الانقلاب تم بموافقة أو ربما تخطيط الملك غازي من أجل حكومة ياسين الهاشمي. المهم هو مؤشر خطير راح يؤدي إلى تداعيات أخرى. الحقيقة أنه كانت هناك فجوة ثقافية في بدايات تأسيس دولة العراقية، فالعراق من بدأ يحقق تقدم اقتصادي واجتماعي وتقني، لكن التغيير الاجتماعي بهاي المجالات ما كان متوازي مع التغيير أو التقدم التقني والاقتصادي أبدا، كانت هناك فجوة. فبالفعل دخلت إلى العراق عناصر ثقافية مادية مثل أساليب الإنتاج، أدوات الزراعة، أدوات الطعام، الملابس، بكل أنواعها أصبحت يعني هاي اللي نسميها ثقافات مادية ما كانت متناسبة مع ثقافات غير المادية مثل العادات والتقاليد والقيم اللي بقت هي نفسها. فكانت هناك فجوة ثقافية، أفرز هذا التغيير الاجتماعي فئتين، فئة محافظة تتمسك بالقديم بالقيم التقليدية بالتراتبية الاجتماعية بالقبائل والعشائرية بالعقلية الأبوية وتخلط لك السياسة بالدين، وأخرى لا الليبرالية متحررة من فتحة على الحضارة الغربية وعلى المجتمع المدني اللي بقيم الحداثة والتحضر. وأيضا من السلبيات كان تخلف في أساليب وعلاقات الإنتاج الزراعي والصناعي بالريف وبالبادية اللي أدى إلى نزوح الكثير إلى المدن اللي بدأت بالتشكل وتشهد تطور اقتصادي، أصبح ويشكلون هؤلاء الناصحين غالبية سكان المدن الكبيرة بغداد بالموصل بالبصرة. وبسبب الأصول الريفية وقيمهم العشائرية كانت كل جماعة الدين بالولاء للقبيلة للعشيرة للطائفة حتى وإن كانوا في المدينة. والحقيقة توجد شخصية جدا عظيمة لها أسهامها في تأسيس دولة العراق، أحد الآباء المؤسسين اللي هو نور السعيد رحمه الله. نور السعيد كان رئيس الوزراء ل14 مرة من سنة 1930 إلى 1958 في عهد الملوك الثلاث فيصل الأول غازي فيصل الثاني. كان رجل دولة يدير مؤسسات يحكمها دستور، برلمان منتخب، مجلس شيوخ، جيش وطني، وأيضا ترأس مجلس الإعمار كرئيس الوزراء واللي هو راح يكون يقيم البنى التحتية بالعراق بأكملها، تعليمية، صحية، مشاريع ري، جسور، مرافق، كهرباء، قضاء،
وأيضا أسهم في توحيد العراق شعبا وأرضا ومياها لكل أبناء العراق مهما كانت طوائفهم قومياتهم انتماءهم أديانهم مذاهبهم. هذا نوري السعيد لم يمنح أي جهة أجنبية أو حتى الغرب أو حتى بريطانيا اللي كان يتهم بالعمالة أي مصالح اقتصادية أو منافع على حساب العراق أبدا. كان راتبه 150 دينار، لم يكن لديه أي عقارات داخل العراق ولا خارجه، كان إلى منزل على نهر دجلة ولم يسجل لا إلى ولا الأسرة المالكة أي تجاوزات مالية على خزينة الدولة أبدا، لا بحياته ولا بعد مماته. أما لو أردنا التحدث عن إنجازات العهد الملكي، إحنا نعرف أن بغداد يعني في العصر العثماني عانت بكل مدن العراق من التخلف والجوع والمرض، من الأوبئة اللي كانت يعني تحصد آلاف الأرواح، لم تكن هناك أي بنى تحتية مادية ولا اجتماعية أبدا. كانت في بغداد فقط جسور عائمة على نهر دجلة ما تتحمل موسم الفيضانات، وكانت سدود ترابية ومستشفى صغير يسمى المجيدية والقشلة اللي هي القصر الوالي السراي، هذا كل اللي تركه العثمانيين. اجى العهد الملكي وحكم العراق 37 سنة، وحاولت هاي السلطة الناشئة خلال هاي الفترة بناء عهد جديد رغم انه قلت الموارد النفط بواسط الاربعينات بدأ اكتشافه، نجحت بالقيام بكثير من الاعمال الحيوية بكل المجالات، التعليم، البناء، جسور، الطرق، السدود الى اخره. فالموارد النفطية اللي بواسط الاربعينات يعني عندما دخلت شركات النفط في يسموها اتفاقية المناصفة بعهد رئيس الوزراء نور السعيد، نتج عن ذلك وجود ارتفاعات كبيرة بإيرادات النفط. تم إنشاء مجلس إعمار سنة 1950 اللي كان يترأسه نسى نور السعيد الله يرحمه، وبدأ التوسيع وتنفيذ المشاريع. شملت لك هاي المشاريع أمور كثيرة، مشروع سد الثرثار، سد الرمادي، بحيرة الحبانية، مشروع سد دوكان، سد البندخان، جسر الحلة، الهندية، جسور بغداد، بالموصل، كل مدن العراق. بدأت لك المعامل، مصانع الأغذية، الاسمنت، النسيج، النفط، الغاز، محطات الطاقة الكهربائية، بدأت تنشئ طرق برية، سكك حديدية. حتى على مستوى الثقافة ظهرت بالعهد الملكي حركات ومذاهب وتيارات ريادية في مجال الأدب، بالثقافة، بالفنون. يعني تعجز عن هو العراق بنى بأكمله بالعهد الملكي، بالتحديد عهد الملك فيصل الأول ونور السعيد. كانت نسبة الأمية 99% بالعراق. بدأت تزيد أعداد الطلبة، تم إنشاء دار المعلمين سنة 1923، معاهد عالية للفنون البيتية سنة 1932، معاهد للفنون الجميلة 1936، معهد الملكة عالية البنات 1949، معهد الهندسة الصناعية 1950، معهد التربية البدنية 1954، تم إنشاء جامعة بغداد اللي الملك فيصل الأول هو اللي قام بالبنى التحتية لهذه الجامعة. فالملك فيصل سنة 1922 شكل لجنة تأسيسية لأول جامعة راح تكون بالعراق، فأنشأ لك كلية الطب سنة 1927، كلية التجارة والاقتصاد بال 36، الصيدلة بال 38، الكلية التوجيهية بال 48، كلية الآداب والعلوم بال 49، كلية الزراعة بال 50، كلية طب الأسنان بال 53، كلية الطب البيطري بال 55. كان الهدف من كل هاي الكليات أن تكون نواة الكليات جامعة، الأمر اللي تم تتويجه بتأسيس جامعة بغداد. كان الملك فيصل الأول وحتى غازي وفيصل الثاني يزيدون من كمية نوعيات الطلاب البعثات اللي تروح للغرب للدول الأجنبية تحت يعني نفقة الدولة، حتى تكون عند العراق كوادر تدريسية، وعلى ضوءها تأسست جامعة بغداد من جميع هاي الكليات سنة 1957. الجسور اللي أقامها العهد الملكي، أول جسور اللي ثابتة المقامة على النهر تم إنجازها مثل سد آسكي بالموصل، سد بخمة على الزاب الكبير. سنة 39 تم إنشاء جسر المأمون اللي بس راح يغيرون اسمه من المأمون إلى جسر الشهداء اللي ببغداد، يربط بين الكرخ والرصافة. يعني اسم المأمون اسم حلو، هذا اسم بغيض الشهداء على شنو؟ القتل والدمار. سنة 1941 جسر الملك فيصل الأول اللي راح يغيروا جسر الأحرار، ومنين أكو أحرار بالعراق؟
وبعد الانتهاء الملكي اصبحنا كلنا عبيد العبد الكريم وعبد السلام للبكر وعبيد الصدام وهسا عبيد الاحزاب الاسلاميه. جسر الملك فيصل يعني هاي اللي سووه بس غيروا الاسم ابنه جسر وسموا باسمكم، يعني انتم هاي بس اللي قدرتوا عليها بس يغيرون الاسم. ايضا سنه 1951 جسر الصرافيه اللي هو جسر حديدي هذا كانت تفوت عليه السيارات والقطار. ايضا سنه 1956 جسر المعلق اللي موجود بالكراده. زين بال 56 بدا البناء بيه انجزوه 64 راح يسموه باسمهم ايضا. ما حد راح يعني راح يفتحه اعتقد عبد السلام عارف ويصير انجاز له. وراح يسموه 14 تموز. شلون مصيبه 14 تموز؟ يعني هو الملك الله يرحمه فيصل الثاني اللي بدا بتنفيذه ب 56 تفتحوه بال 64 يسموه جسر 14 تموز؟ شلون حراميه؟ وسنة 1957 قبل سقوط الملكية بسنة افتتحوا جسر الملكة عالية اللي راح بس يغيرون اسمه يسموه الجمهورية. بئس الجمهورية، بئس الجمهورية. افتتح الملك فيصل الثاني الله يرحمه وأيضا جسر الأئمة بنفس السنة. جميع السدود الموجودة بدولة العراق تأسست بالعهد الملكي، سدت الكوت بال 39، سدت الرمادي بال 55، بحيرة الحبانية بال 56، سد الثرثار وسد سامرة بال 55. نواظم سامرة وثرثار ب 56، سدوا كان درب الضخم بال 58. هاي الجمهوري ما فقط الحروب، راح يجي صدام بكره هاي السدود كلها حروب، اللي ما راح تدمر الحرب العراقية الإيرانية راح يدمر باحتلال الكويت عن طريق القوات الأمريكية، واللي ما يدمر باحتلال الكويت راح يدمر عن طريق الحصار 13 سنة، واللي ما يدمر راح يدمر بدخول الأمريكان وحربهم. واللي ما يدمر ايضا هنا الدواعش راح يدمره، واللي ما يدمر حتى بالدواعش الحكومه راح تهمله ويدمر. الحقيقه انجازات اخرى ثقافيه. سنه 1956 افتتح تلفزيون العراق وكان اول محطه تلفزيونيه في الوطن العربي حتى قبل مصر. مصر بال 59 افتتح التلفزيون المصري، العراق بال 56. بعد العراق افتتح تلفزيون بالجزائر بعد سلطة الاحتلال الفرنسي، وسنة 59 مصر. نفس هاي الملك فيصل الثاني الله يرحمه وضع الحجر الأساس للمتحف الوطني العراقي، كان اهتمام بالزراعة، اهتمام بالصناعة، تشجيع إنشاء تعاونيات، شركات زراعية، مصرف زراعي، اهتمام بمشاريع الري والزراعة، بالفواكه، بالقطن، بالتبغ. وضعوا لك قانون لتثبيت ملكية الأرض، وضعوا لك حماية الصناعة الوطنية، تدريب كوادر صناعية بالعراق، أنشأوا لك عدد من الصناعات مثل المعادن، مصانع الألمان، الأسمنت، السكر، النسيج، النفط، الغاز، محطة الطاقة الكهربائية سنة 1925، وكذلك قطار الشرق السريع. يمكن سامعين برواية أجاثا كريستي قطار الشرق السريع. تم تسيير أول قطار بين بغداد وكركوك سنة 1940. تم تسيير قطار بين بغداد، الموصل، اسطنبول اللي هو قطار الشرق السريع، وكان يمر بمحطات بأوروبا ينتهي بلندن. كان هذا القطار العراقي يتميز بدقة مواعيد الرحلات، بالخدمة، بالنظافة العالية، بحسن هندام العاملين. إدارة هايسكا تطبعها 17 ورشة صيانة يعملون بها 21 ألف عامل وموظف. وسنة 1948 تم إنجاز مبنى المحطة العالمية اللي موجود بالكرخ بالعلاوي للسكك الحديدية بغداد اللي مماثل لمحطة لندن. كل هاي الإنجازات راح يدمر قسم كبير منها في حروب صدام العبثية، ومع من؟ مع أكبر قوة بالعالم اللي ألقت علينا قنابل أكثر من قنابل اللي ألقت على هيروشيما. الملك فيصل الثاني الله يرحمه استحل حكومته، يعني كان نور السعيد بتأسيس وزارة كانت وزارته بها شخصيات تمثل كل الأعراق والطوائف، وبدأ مجلس الأعمار اللي أمور كثيرة قام بها. توجد هناك أيضا حركة انقلابية، تمرد عسكري قام به رئيس وزراء سابق اللي هو رشيد علي الجيلاني ضد النفوذ البريطاني بالعراق.
سنة 1941 حركة ماشي يسموها والعقداء الأربعة اللي ما أعرف شو مسوين هؤلاء العقداء الأربعة بيحرب من التصريين شنو ما هي البطولات اللي قاموا بها ما تعرف فتابعين للهتلر سنة 1941 يتخذون عملاء الهتلر قاموا بحركة انقلابية ضد الملكية ولحد الآن يتم تمجيدهم بالكتب المدرسية لحد اليوم رشيد علي الجيلاني والعقداء الأربعة العملاء الأربعة والحمد لله خسرت هاي الحركة. أنتم عسكر ما دخلكم بالسياسة خصوصا في بلد ببرلمان منتخب صحف أحزاب يعني ما علاقة العسكر بالسياسة. أي انقلاب لو يقود نبي هو فاشل يعني حتى ما نتعب أنفسنا ونتكلم عن انقلاب بكر صدقي سنة 1936 ونبرر له أو انقلاب سنة 1954 حركة رشيد علي الجيلاني والعقدة الأربعة أو انقلاب عبد الكريم قاسم 1958 ما نتعب أنفسنا. أنتوا دولة معترف بها عالميا دولة حرة هذا الانقلاب لو مو يقودوا دولة التافهين لو يقود نبي فهو غدر. انت ده تغدر بالسلطة اللي تعطيك راتب وتموهمتك انت ما علاقتك بالسياسة انت تحمي الحدود تحمي البلد. ايضا شهدت سنة 1948 الحرب العربية الاسرائيلية شارك بها العراق في عهد الملك فيصل الثاني واللي ما اعرف شنو البطولة اللي قام بها العراق يعني هناك من يتحدث عن بطولة وهي حرب خاسرة راح يجودوا لك بطولة لعبد الكريم قاسم الانقلابي في فلسطين انه ما اعرف كفر قاسم راح يسموها على اسمه ما هي حرب خاسرة ما اعرف ننتصر بمعركة ونخسر بحرب كاملة. المهم هذا العهد الملكي راح يصبح خلال السنين اللي تتلى انه يتم اسقاطه بالكامل راح يسموه العهد الملكي البائد فالسلطات الدكتاتورية والعسكرية اللي كانت مسلطة على رقاب الناس بالإكراه راح تقوم بحملة كبيرة من أجل إسقاط هذا العهد لكن الذاكرة الشعبية العراقية راح تبقى تحمل ذكريات جميلة من هاي المرحلة اللي كان العراق بها متعايش سلميا. طبعا أنا لا ما أوجه العهد الملكي بالكامل إذا تذكر لي 10 سلبيات بالعهد الملكي ممكن أذكر لك 20 سلبية لكن كانت دولة مستقرة بها مؤسسات مستقرة وكانت إمكانياتنا على قد حالنا يعني ما كان العراق يملك موارد مثل اللي راح يملكها حاليا بالسنة 100 مليار دولار وبعد صدام مليارات الدولارات وبعد البكر مليارات الدولارات وكلها تروح أبان لا كانت إمكانيات جدا بسيطة ومع ذلك البلد يعني ده يتطور يوم بعد يوم ونعم توجد سلبيات أنا لكن هاي السلبيات يعني هي حسنات من نقيسها بالعصر اللي بعد الطواغيت العسكر الدكتاتور الحكومة الدكتاتورية. التث أحزاب إنه راح يشاركن في تدمير العراق بدل أن يكون يعني يعملن على بناء دولة اسمها العراق. أولا الحزب الشيوعي سنة 1934 وحزب البعث سنة 1947 وحزب الدعوة سنة 1957. الحزب الشيوعي صحيح ما استلم حكم لكن كان مناصر جدا لعبد الكريم قاسم وكانوا عبارة عن مجموعة من المجانين اللي شايلين إحبال ويفترون عن محاكم من أجل الإعدام والسحل قاموا بمجازر بكركوك وبالموصل فد يعني أيديولوجيا عجيبة غريبة يعني هي الشيوعية الآن أهلها نبذوها بأوروبا الشرقية بالاتحاد السوفيتي ينهزمون إلى دول أوروبا باريس ولندن ويعيشون هناك وكل فكرهم أن يرجعون حتى يقومون نظام شيوعي نعيش به سعداء يعني ها ما أعرف ما هو سبب بقاء الشيوعي لحد الآن. أما الحزب الثاني فهو حزب فاشستي عنصر بامتياز حزب البعث العربي الاشتراكي هذا راح يأسس لك أول ميليشيا اللي هي الحرس القومي سنة 1963
اللي راح تستمر 9 أشهر واللي راح تقوم بمجازر ليس لها مثيل، وراح تستلم الحكم مرة ثانية حزب البعث من سنة 1968 إلى 2003 دخول العراق، واللي راح يقوم بتدمير العراق بالكامل، هذا الحزب الإجرامي وحزب الدعوة اللي استلم الحكم من بعد السقوط لحد اليوم. الآن أتكلم عن كربلاء ثانية حدثت لآل بيت النبوة، مو فقط كربلاء الحسين سلام الله عليه اللي المأساة الكبيرة، مأساة أخرى أيضا راح تحدث على العائلة المليكة. شوف العراقيين سووا، وهم هذول والله حرام اسميهم عراقيين، ذولا الانقلابيين الجبناء المخانيث اللي بدل أن يحمون العراق شوف شو راح يغدرون لك بالعائلة المالكة. بالساعة 8 من الصبح انفتح باب المطبخ بعد سماع عن الانقلاب بالإذاعة بالفجر، خرج منا الملك، كان يرتدي قميص وبنطلون وينتعل حذاء خفيف، وخلفه كان يسير الأمير عبد الإله مرتدي قميص وبنطلون، وضع إيده اليسرى بجيبه وبنطلونه واليمنى كان يرفع بها منديل أبيض للسلام. الملكة نفيسة الله يرحمها وابنها عبد الإله كانوا على درج المطبخ، وقفت وراء الملك ورفعت القرآن الكريم بيدها يعني عاليا فوق رأس الملك، وهي الصرب أسنانها على الشرشف اللي يستر جسمها، هاي الملكة نفيسة. خلفها صارت منه الأميرة عابدية وهي خطية تنتحب وتولبل، وأيضا الأميرة هيام، ثم أحد خادمات القصر اللي كان اسمها رازقية، وكان يوجد طباخ تركي وخادم آخر، واثنين من الجنود الحرس تركوا بندقياتهم بالمطبخ ونهزموا. خرج الملك فيصل الثاني الله يرحمه وسرعان ما رفع ايده بالتحية العسكرية للضباط الأشرار الجبناء القتلة الموجودين أمامه، واختصب ابتسامة رقيقة يعني كانت تتراقص على شفته. خلفها كانت جديته فتحاول أن تجعل الجميع يشاهد القرآن، هم ذول يعترفون بقرآن، هذول أولاد الشوارع يعترفون بقرآن، يعترفون بدين، يعترفون بمذهب، فده شوفهم القرآن هذا كتاب الله يعني رحموا بينا. بعدين صار الأمير عبد الإله وهو ينظر إلى بقية العساكر المنتشين بالحديقة، ثم التفت حتى يطمئن على زوجته وأخته اللي جفت يعني الدموع بعيونهن من الخوف، حتى كان ما يعرفن ماذا يقولن. ارتفع همس الملكة وهي تحاول أن تردد بعض الآيات من القرآن الكريم أمام المجرمين. تم رصف العائلة بإحدى الباحات، وبلمح البصر فتحت النيران على العائلة المالكة من الخلف فأصابت الرصاصات المنطلقة من كل مكان، ظهر الأمير عبد الله ورأس ورقبة الملك فيصل الثاني وظهر الملكة والأمير عبدية، شجاعة منقطعة النظير من الذول المخانيث الضباط. امرأة، هل يوجد شخص يقتل امرأة يطلق عليها النار؟ يعني حتى جيش ابن زياد ما قتلوا النساء، انتم من يام الله. بقية الضباط الأشرار اللي كانوا يشكلون نصف حلقة حول العائلة فتحوا نيرانهم أيضا، فأجت النيران من الأمام ومن الخلف ومن الجانب، من كل إيد تحمل سلاح بتلك اللحظة. أصيب الملك فيصل الثاني رحمة الله عليه بعدة إطلاقات بجمجمته، وسقط بحضان الأميرة هيام اللي أيضا سقطت أرضا وأصيبت بفخذها. سقط الأمير عبد الإله قتيل وانصبت لك النيران فوق جبهته، أيضا الأميرة عبدية والملكة نفيسة رصاص المهاجمين عليهن، وكان أيضا يوجد جندي اللي كان يحرس العائلة أيضا قتل وجرحه، وحتى هاي الخادمة رازقية، وقتلوا لك الطباخ التركي، قتلوا أحد الخدم أيضا.
من هاي المزرعة لم تنجو إلا الأميرة هيام اللي جرحت بخذها جرح. يعني ما أعرف شو مسوي لهم العائلة المالكية. النساء شنو ما هو ذنبهن؟ يعني دخلوكم بحرب 8 سنوات وده تنتقمون، وخسروا 1,000,000 جندي عراقي. دخلكم الملك والوصي عبد الإله بحصار 13 سنة وماتوا ملايين الناس. جاب لكم الاحتلال، ما أعرف شو سووا لهم العائلة المالكة، ولماذا هذا الانتقام؟ تم نقل جثة الملك فيصل الثاني رحمه الله للمستشفى، فتحوا جفون عينه اللي كانت جامدة لا توجد بها حياة، واجوا 2 من الضباط سألوا يعني من وزارة الدفاع هل الملك حي أم لا، فجابوهم انه ميت. وشوف الكلاوات والقشمريات، عبد الكريم قاسم يروح للمستشفى يريد يطمئن على الملك ميت لو حي، ويقولوا له ميت وانت طول صورة، هو متأسف. فتش عن المستفيد، هل يوجد احد قام بمحاكمة هؤلاء اللي اطلقوا الرصاص؟ ابدا ابدا، بل على العكس كرموهم. حتى الممرضات الموجودات بالغرفة بدأن ينتحبن ويعيطن على الملك فيصل الله يرحمه. كانت الدماء على كل وجهه، شعر راسه، تركن الغرفة وهن ينتحبن خارج الغرفة. بنفس مساء اليوم حفرة قريبة من مستشفى معسكر الرشيد، حفرة ونزلوا بها جثة الملك، وتم يعني هي التراب عليها، ووضعوا بعض العلامات الفارقة حتى يندلون مكانها، واستمر التراب يغطي الجثة حتى تساوى مع الأرض، ودكوا بأقدامهم النجسة وانتهت، لم تعد توجد أي أثر على مكانها، ما كان يعرفها إلا الضباط الأشرار اللي دفنوا رؤوسهم بالعار. جثة عبد الإله الله يرحمه سحلوها بالشارع وقطعوها 100 وصلة، يعني سحلوها إلى الجانب الثاني من بغداد الرصافة، ومن شارع الرشيد سحيل إلى وزارة الدفاع تقريبا 2 كيلومترين ويقطعون بها. بالأخير علقوها أمام وزارة الدفاع، والغريبة إجوا 2 قصاصيب على الجثة وهي معلقة وبدأوا يقطعون بها. يعني هؤلاء القصابين ماذا فعل لهم عبد الإله؟ ما تعرف، هاي تحتاج فرويد يفسر نفسيتهم العفنة. نفس الشيء حدث مع نور السعيد الله يرحمه رئيس الوزراء اللي هو بنى العراق، هذا رئيس الوزراء المحنك، بعد أن ألقوا القبض عليه أيضا سحلوا جثته وقطعوا 100 وصلة. تم تسليم جثث الأميرة والملكة ودفنوا لاحقا بالمقبرة الملكية. حتى الطباخ التركي سحلوا جثته، يعني شنو ذنب هذا الطباخ التركي؟ لكن لاحظ، هاي راح تفتح علينا باب جهنم. انتهى يوم 14 تموز الأسود الأكشر سنة 1958، تم قتل الملك المغدور الشاب رحمة الله عليه وأسرته، وانتهت الملكية بالعراق، وراح تنفتح أبواب جهنم ولا حد اليوم من قبل العسكر الغدارين الجبناء اللي ما انتصروا بلا معركة ولا عندهم أي بطولة. بطولتهم الوحيدة هي الضحك على الشعب وغدر عائلة المالكة وقتل النساء وسحلهم بالشارع. اذكروا لي بطولة واحدة لعبد الكريم وعبد السلام وعبد الرحمن قبل الانقلاب، ما حد كان يعرفهم. الغريب انه المجرم القاتل عبد الستار العبوسي اللي كان المسؤول الميداني الاول عن مذبحة العائلة المالكة تم تكريمه واصبح سفير العراق بالاتحاد السوفيتي. ومو بس يعني تم تكريمه في عهد عبد الكريم وعبد السلام وعبد الرحمن وحتى البكر، وبعدين اعتقد اذا ما اكون خطأً انتحر تأنيب للضمير سنة 1979 إلا ما كان مخطئ بالتاريخ. وأيضا إذا لم أكن مخطئ بالتاريخ كان يعني يمكن خالي منصب
هيك بالموانئ، مدير موانئ او كذا، مات منتحر بسبب تأنيب الضمير، اذا عنده ضمير. لكن هي حوبة الملك فيصل الله يرحمها، فتش عن المستفيد. لا، ويقول انه عبد الكريم قاسم لم يكن قصده انه يعني انقلاب على العائله المالكيه، انقلاب على نور السعيد. نور السعيد لم يكن بقته هو رئيس الوزراء، وانت ما علاقتك بالسياسه. توجد اخطاء، الديمقراطيه صحح الاخطاء. هي الثوره الفرنسيه استمرت 150 عام، يلا فرنسا وقفت على اقدامها، استلم الحكم عبد الكريم قاسم ابو الصفرطاس. مع كل ما تأتي واحد يقول لك عنده صفرطاس، اللي هو مجموعة من القدور، يعني روز ومرقة، يعني يأخذها ويا للدلالة على تواضعه، وكأنه نور السعيد كان ملياردير وعايش بقصور. هي العائلة المالكة نفسها كانوا ناس وسطاء. هاي الحركة اللي هي حركة الضباط الإشرار 1958، اللي أخرجت لك العراق عن مسار الديمقراطي الطبيعي، اللي بدأ بقيام دولة عتيد، دولة قوية، تحطمت عن طريق انقلاب 14 تموز، مجموعة من الضباط المراهقين بزعامة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، واللي أطاحوا بنظام ملكي وأقاموا جمهورية. هاي الجمهورية راح تكون سبب بلاء العراق، ويسموها ثورة. احنا نعرف هي الثورة البلشيفية أو الثورة الفرنسية أو الثورة المصرية، الشعب يخرج للشوارع وبعدين يسقط أنتم انقلاب أسود بالفجر، فجرا ما حد كان يعرف بيكم. استلم السلطة عبد الكريم قاسم فقط خطابات وعن تريات وأكاذيب على البسطاء، خطبة عنده 4 ساعات يستمر بها، ومعتوه الحزب الشيوعي قمزون وياه، وتبدأ لك هاي الأكاذيب عن تواضعه وعن أنه كان ما يملك بيت، وأخته رادت بيت ومطاها، ومن قتله وجده فقط دينارين بجيبه، وكان الصفر طاس عنده يروح بيه لوزارة الدفاع والجهنم. يعني أنا ما علاقتي بيه سواء كان متواضع أو لا. هذا دمر بلد بأكمله، دمر حياة دستورية. يعني العراق بالعهد الملكي كان مثل القصر الكبير اللي على أساس متين جدا، أسس يعني من الكونكريت المسلح. لكن هذا القصر الكبير بأثاث بسيط متواضع، يعني على قد الحال. اجى عبد الكريم قاسم هد لك هذا القصر بأكمله وبنى كوخ بأحسن أثاث، لكن هذا الكوخ ما يصمد أمام الريح. انتهى العراق. نعم، توجد سلبيات جدا كثيرة بالعهد الملكي، لا أحد يقول لا توجد سلبيات، لكن بالإمكان بمرور الزمن والعراق كانت إمكانياته جدا محدودة تتلافى هاي السلبيات. بدأت الفوضى، بدأ السحل، بدأ القتل، بدأ يعني عين لي من ضمنهم عبد الكريم قاسم، يعين فؤاد الركابي وزير الإسكان عمره 25 سنة لمجرد أنه بعثي، وابن خالت عبد الكريم قاسم المهداوي اللي بدأ بإعدامات العهد البعد. ماذا عملوا المساكين؟ بعدهم الضباط الأشرار نفسهم راح ناس تعدم ناس. استمر حكم عبد الكريم قاسم من سنة 58 إلى 63، اللي راح طبعا عبد السلام عرف راح يغدره، راح يدخله للسجن، بعدين يعفي عنه، بعدين يرجع عبد السلام عارف وحزب البعث راح يقومون بانقلاب ضد عبد الكريم قاسم، وراح يقتلوه بالإذاعة والتلفزيون يوم 8 شباط. راح يصبح عبد السلام عارف هو رئيس الجمهورية، وهو وحزب البعث راح يستمر هو وحزب البعث يحكمون 9 أشهر، حامل أمره يسموه. لكن هاي 9 أشهر قام حزب البعث بجرائم، وشكل أول ميليشيات اللي هي الحرس القومي ضد الشيوعيين وضد أتباع عبد الكريم قاسم. وبدل يعني كانت المؤاخذة على عبد الكريم قاسم انه غير قومي وغير متقارب مع عبد الجمال عبد الناصر، اللي راح ياتي عبد السلام عارف راح يرجعنا للقريه، الحكم القريه بدل من القوميه العربيه. بعدين ورا سنتين او لا مو سنتين تقريبا 3 سنوات تحترق الطائره بعبد السلام عارف، ياتي اخوه عبد الرحمن عارف، رجعنا للملكيه، سوينا انتو جمهوريه، يموت ياتي اخوه
عبد الرحمن عارف هذا رجل بسيط. ها طبعا هو احد ايضا المتهمين بإبادة العائلة المالكة، لكن هو يقسم يقول انا ما لي علاقة. المهم لا يوجد شيء مميز، فقط مشاركة يمكن بحرب 67 وهزيمة ساحقة للعرب. يتحدثون عن بطولات الجيش العراقي نشارك بحرب 67، هي حرب مهزومة، يعني شنو البطولات؟ سنة 68 يقوم حزب البعث بانقلاب ضد عبد الرحمن عارف، وأيضا ما أعرف لما هذا القلاب وراح يسموها ثورة. أين منها الثورة الفرنسية؟ أين منها الثورة الأمريكية؟ أين منها الثورة المجيدة في بريطانيا سنة 1688؟ هي انقلاب أيضا أسود، انقلاب بالفجر فجر على عبد الرحمن عارف. عبد الرحمن عارف راح يأتي أحمد حسن البكر. طبعا هما للعلم كلهم دكتاتوريين، عبد السلام عبد الرحمن عبد الكريم عبد السلام عبد الرحمن البكر، لكنهم ليسوا طواغيت. الطاغية هو صدام حسين، الوحيد هو الطاغية. نعم دكتاتوريين، نعم كان الحال ماشي، لا حروب خارجية لا حصار لا عداء مع أمريكا لا سيادة منتهكة، الحال ماشي رغم أنهم أشرار وكذا، لكن راح يهيئون لمجيء صدام حسين واللي راح يدمر العراق بالكامل. راح يصبح العراق في عهد أحمد حسن البكر مصيدة والناس مثل الفيران. دولة المنظمة السرية، المخابرات والأمن والحزب المرعب اللي يكتب تقارير على كل من هب ودب. نفذ ثم ناقش. قرية اللي هي تكريت راح تحكم. التكريتي راح يصبح إله. وطيلة فترة حكم البكر من سنة 1968 إلى 1979 راح يقوم صدام حسين بانقلاب على البكر، كان نائب هو إله، وراح يستمر الرعب طيلة فترة حكم البعث من 68 إلى 2003. الحاكم هو إله، غني عن التعريف أنه جرائم حزب البعث بالعراق وسوريا ما يحتاج واحد يتعب نفسه بيها. حثت حرب الشمال بعهد البكر مع الأكراد، ويعني قاموا بالانتصار على الجيش العراقي. لولا الاتحاد السوفيتي اللي كان يساعد الحكومة العراقية لكانت هزيمة منكرة. وبدل أن صدام والبكر يعطون للأكراد حكم ذاتي حقيقي، لا أعطوا نص شط العرب للشاه من أجل أن يوقف دعم الأكراد، ويقولون قيادة حكيمة. تم إجبار البكر على التنازل عن الحكم من قبل صدام حسين في تموز 1979، ومات بعدها بسنتين. ومن يومها استلم صدام حسين الحكم، وبدأ العراق في يضع رجله في أول درجة من سلم الهاوية. أول ما بدأ صدام بضربة استباقية قتل 50 بعثي من رفاق عمره بمجزرة اسمها قاعة الخلد، وهاي راح أتحدث عنها فترة حكم صدام حسين بالحلقة القادمة. وشكراً.